بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني مهندسي شبكات سيسكو في العالم العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم، أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو 17 من سلسلة فيديوهات الـ CCNA Routing and Switching 220. طيب، راح ناخذ الآن تطبيق للاب صغير، راح نطبقه على برنامج الباكيت تريسر. راح يتكون اللاب من التالي: جهاز راوتر من 2811، وراح ناخذ جهاز سويتش. طبعا السويتشات احنا لسه ما تكلمنا عنها، ما تكلمنا عن الاعدادات البروتوكولات الموجودة فيها، بس احنا راح ناخذ السويتش لكي يقوم بربط الأجهزة مع بعضها البعض. ما راح ندخل في الاوبريتنج سيستم الخاص فيه او نظام التشغيل الخاص فيه. ف راح نختار مثلا جهاز سويتش عندنا مثلا 2960. بعد كذا راح نختار اجهزة كمبيوتر الخاصة بالعملاء، مثلا عندنا هنا جهازين. هذه شبكة بسيطة متكونة من جهاز راوتر، متكونة من سويتش، متكونة من جهازين كمبيوتر. طيب، راح نيجي هنا نربط نختار الكيبل اللي هو الستريت ثرو كيبل اللي من خلاله نربط الأجهزة المختلفة مع بعضها البعض. راح ننقل على جهاز الكمبيوتر، عندنا الـ RS-32 هذا نستخدمه متى؟ مع الكونسل كيبل. عندنا الفاست ايثرنت زيرو هذا راح نستخدمه، وراح نربطه بمنفذ السويتش. مثلا راح هنا شوفوا السويتش لانه هو الجهاز اللي بيربط الاجهزه المحليه مع بعضها البعض، فهو اكثر جهاز شبكه يحتوي على منافذ محليه. راح نختار مثلا 02، راح نخلي 01 لجهاز الراوتر. تمام. طيب، وبعد كذا شوفوا لاحظوا معايا هنا اخضر يعني اشتغل، وهنا برتقالي راح يظل برتقالي لمده 30 ثانيه، اللي هي تقريبا هي 30 ثانيه اللي هي راح تمر بمراحل الخاصه بالمنفذ، واللي هي الاستماع. اول شيء يكون بلوك، وبعدين ليسننج، وبعدين اللي هي الاستماع، بعدين ليرننج، وبعدين يصل الى حاله العمل اللي هي الفوروردنج. راح تاخذ 30 ثانيه وتسمى البورت ستيج. اي الان اصبحت اخضر، وبالتالي اصبح كلا المنفذين يعملان والربط فيما بينهما صحيح. راح نربط هذا الجهاز مع السويتش، نفس العملية راح تاخذ ايضا 30 ثانية حتى يعمل المنفذ الخاص بالسويتش، 15 ثانية لاجل الاستماع و 15 ثانية لاجل التعلم عن حالة الشبكة. هنا طبعا احنا كنا المفروض احنا قلنا ايش، نرجع تاني، احنا قلنا هي ما راح تأثر، بس انا بحب يكون العملية مرتبة شوية. هنا 03 وهنا راح يكون مع 01 المتصل مع جهاز الراوتر من خلال الفاست ايثرنت 00. تمام. بالنسبة للراوتر لان المنفذ الخاص فيه تلقائيا هو شت داون لا يعمل، فبالتالي ايضا ما راح يعمل من خلال جهاز السويتش. طيب ممتاز. طيب راح نبدأ بجهاز الراوتر. مثلا على فيك عندنا هنا النوت الصفراء بامكاننا من خلالها نحط الملاحظات على برنامج الباكيت تريسر. مثلا جهاز الراوتر راح يكون هو طبعا البوابه او الديفولت جيت واي اللي من خلاله راح تتصل الاجهزه بالشبكات الخارجيه. راح نعطيه الاي بي ادرس 192.168 مثلا 1.1، وقناع الشبكه راح يكون على الديفولت اللي هو 16.24. تمام. طيب شوفوا معايا كيف فائدة النوت البيضاء، ان احنا ممكن نحط عليها ملاحظات بحيث ان احنا ايش نتذكر. شوف عملية نقل الاجهزة عملية جدا يعني سهلة، نحن نقول الجهاز من مكان الى مكان. طيب نيجي هنا نحط مثلا عنوان الجهاز راح يكون 192.168.1.2/24. عندنا هنا بعد كذا حنضيف ملاحظة ثانية اللي هي عنوان الجهاز 192.168.1.3
سلاش 24. جميع الأجهزة لازم تكون تنتمي لنفس العنوان الاي بي ادرس، ولازم طبعا كعنوان شبكة لازم كل عنوان ما يتكرر كعنوان للأجهزة، وقيمة السي اي دي ار او قناع الشبكة لازم تكون موحدة من الأجهزة. طيب ممتاز، راح نبدأ الآن بجهاز الراوتر. هو متصل مع السويتش من خلال الفاست ايثرنت 00 صح؟ راح ندخل على الراوتر الكوماند لاينز. طبعا هذا ايش في الباكت تريسر، لكن في الحياة الواقعية ايش لازم نسوي؟ لازم نقوم بإحضار جهاز مهندس الشبكة اللي هو مثلا قد يكون جهاز لابتوب مثلا، تمام؟ وبعد كده عن طريق الكونسول كيبل راح يتم شبكه بالار اس 232 من خلال جهاز مهندس الشبكة، وراح يشبكه مع منفذ الكونسول الموجود على الراوتر. بعد كده من خلال الديسكتوب او من خلال البرامج راح يخش على التيرمينال اللي قد يكون الهايبر تيرمينال، قد يكون برنامج البوتي الموجود على الجهاز. بعد كده راح يوافق طبعا على اعدادات نقل البيانات وعملية التحكم بنقل البيانات. اوكي الان دخلنا على نظام التشغيل، هذا في الحياة الواقعية تمام يا شباب. لكن احنا عندنا هنا في الباكت تريسر ميزة ان احنا ممكن نخش مباشرة على الجهاز ونقوم بعمل الاعدادات للتسهيل. طيب راح نيجي هنا على الراوتر اللي هو مستوى المستخدم، راح نكتب enable عشان ندخل الى مستوى الوصول البريفرج، راح نكتب configuration mode اللي هو مستوى الاعدادات، وراح نذهب الى الانترفيس fast ethernet 00 تمام. راح ايش نكتب؟ راح نكتب اول شيء الاي بي ادرس الخاص بالجهاز واللي احنا حددناه ب 192 168 11 255 255. هنا ما ينفع سلاش 24، لا راح لازم نكتب القناع بشكل كامل 255 255 255 0 انتر. بعد كذا راح نكتب الامر نو شت داون يعني لا تقفل المنفذ. الان نضغط انتر ونشوف ايش الحاله. شوفوا بدا المنفذ يشتغل، خلينا نشوف ايش هنا. لاحظوا معايا اصبح المنفذ اب، راح يستنى ايضا انه يصبح اب من الراوتر فيخبرنا ان المنفذ اصبح اب ويعمل. احنا طبعا هنا على مستوى المنفذ راح نكتب اكزيت او اند عشان نوصل على مستوى الانيبل عشان نشوف الاعدادات اذا احنا قمنا باضافتها. راح نستنى 30 ثانية حتى يعمل المنفذ فاست 01 والموجود على السويتش. خلاص الان اشتغل، راح نرجع ثاني مرة على الراوتر 0. راح نكتب الامر شو اللي هو مثلا رن او شو اي بي انترفيس بريف، يعني وريني حالة المنفذ باختصار او حالة المنافذ الموجودة على الجهاز باختصار. فشوفوا معايا الفاس ايثرنت 00 الاي بي ادرس الخاص فيه هذا هو 192 168 11 يعمل كهاردوير مانيوال طبعا اللي هو الاي بي ادرس، الستيت حالته اب والبروتوكول اب، وبالتالي هذا المنفذ اصبح يعمل. طبعا دائما قبل ما نغادر اي جهاز من اجهزه سيسكو بعد ما نخلص الاعدادات دائما ما تنسوا يا شباب الامر الخاص بحفظ الاعدادات واللي هو كوبي رانينج configuration startup configuration، يعني يا راوتر قم بنقل الاعدادات الموجودة على ذاكرة الرام الى ذاكرة الانفي رام. نضغط انتر، هيسألني هل انت متأكد انك تبغى تنقلها الى الملف الستارتاب configuration ولا تبغى تغير اسم ملف الاعدادات؟ لا راح ننقر انتر فاوكي يتم حفظ الاعدادات. الان نخرج من عند جهاز الراوتر ونذهب الى اجهزة الكمبيوتر لكي نقوم بوضع الاي بي ادرس على اجهزة الكمبيوتر. نذهب الى الجهاز الاول، احنا متفقين ان العنوان راح يكون 192 168 12، فنذهب الى الديسكتوب وبعد كده نذهب الى الاي بي كونفيجريشن. وطبعا عندنا اما دي اس سي بي ولا ستاتيك صح؟ الدي اس سي بي فاكرين اللي هو بروتوكول نستخدمه بحيث من خلاله نقوم بجعل دي اس سي بي سيرفر يقوم بمهمة توزيع العناوين، راح ناخذها ان شاء الله وراح نكتشف كيف نجعل جهاز الراوتر يعمل كدي اس سي بي سيرفر. لكن حاليا راح نخليه على الستاتيك وراح نكتب الاي بي ادرس الخاص بجهاز الجهاز اللي هو راح يكون 192 168 طبعا راح بعد كده راح يكون 1 2.
السبنت ماسك بمجرد اني انقل عليه راح يعطيني الديفولت، بس لو ما كان على الديفولت عادي ممكن وقتها اغيره، بس هو على الديفولت راح نخليه على الديفولت اللي هو 255.255.255.255 صفر. الديفولت جيت واي ايش هو؟ اللي هو عنوان الراوتر اللي هو 192.168.1.1. الدي ان اس طبعا احنا ما عندنا دي ان اس، ف خلاص راح ننتهي من خلال هذه الاعدادات انتهينا. طبعا عندنا هنا الاي بي فيرجن 6 كونفيجريشن راح ان شاء الله نتكلم عنها لما نتكلم عن الاي بي الاصدار السادس، نقفلها هنا ونروح كمان عند الجهاز الثاني نقوم بنفس الاعدادات، بس راح نعطي الاي بي الخاص فيه اللي هو 3. نذهب الى الديسكتوب، راح نذهب الى الاعدادات الاي بي، وبعد كده راح نكتب العنوان 192.168.1.3، بعد كده السبنت ماسك، وبعد كده الديفولت جيتوي راح يكون 192.168.1.1، بعد كده راح نقفل النافذة. الآن قمنا بعمل الإعدادات. طيب نبغى نتأكد من أن الأجهزة تعمل في داخل الشبكة بشكل صحيح. كيف راح نتأكد؟ راح نذهب مثلا الى جهاز الكمبيوتر الاول، راح نذهب الى الرن واللي هو اللي بيشغل لنا الاوامر الخاصه بالسي ام دي طبعا من خلال الرن، ومن ثم الى السي ام دي الكومنت برومبت اللي هي الشاشه السوداء، فاكرين اللي هي هذه لما اكتب هنا سي ام دي تمام وادخل عليها تمام اللي هي هذه هي الشاشه السوداء او يسموها شاشه الكومنت برومبت او ايضا يسموه نظام التشغيل. المهم راح ندخل عليها وراح طبعا سي ام دي جات من كومنت برومبت، وبعد كذا راح نكتب الامر بينج تمام. عنوان الراوتر ايش؟ هذا هو امامنا تمام اللي احنا شايفينه اللي هو 192.168.1.1 تمام. البينج هو من خلاله نتأكد هل في اتصال مع الجهاز الآخر أو لا يوجد اتصال مع الجهاز الآخر. الآن احنا سوينا 192.168.1.1، راح ننقر انتر. طب لاحظوا معايا جاني الرد ريبلي، جاني 4 ريبلي انه تم ارسال 4 باكيت الى الجهاز 192.168.1.1، كل باكيت بحجم 32 بت، المده الزمنيه 2 ملي سكند، التايم تو ليف اللي هي 255 اللي هي القيمه الديفولت الخاص باجهزه سيسكو. زي ما احنا شايفين ما حصل اي لوز للباكيت، ومعناته ان احنا بذلك الاتصال بين الجهاز وبين الراوتر اتصال سليم وصحيح. ننتقل الى الجهاز الاخر فنقوم بأيضا نتأكد هل يستطيع عمل بينج على الراوتر. طبعا الراوتر هنا فعليا ما راح نحتاجه كثير لان فعليا ما في شبكة خارجية ما قمنا بإنشائها، فاحنا اللي قاعدين نشتغل عليه هي شبكة محلية، بس راح نتأكد هل في اتصال ولا لا. 192.168.1.1 نعم يوجد اتصال. طيب نبغى نسوي كمان اتصال مع البي سي 1 مع البي سي 0 اللي هو من 3 الى 2، راح نبغى نتاكد. راح نكتب الامر بينج 192.168.1.2، نعم يا سيادة المشاهدين هناك بينج، وبالتالي انا بهذا الشكل اصبح لدي شبكة واصبحت الشبكة تعمل. طيب الان بما ان الراوتر موجود خلينا نستفيد منه. جهاز الراوتر ايش بيسوي؟ بيقوم بربط الشبكات المختلفة مع بعضها البعض. خلينا نجيب هذا الجهاز على جنب وخلينا نقوم بإنشاء شبكة ثانية. راح نجيب سويتش ثاني تمام، هذا هو، وراح أقوم بإحضار جهاز تمام. عنوان الجهاز راح يكون هذا مختلف، راح يكون لانه مختلف لانه بينتمي الى شبكة مختلفة اللي هي راح تكون 10.0.0.1.2، خلي الواحد للراوتر وخليه على القيمة الديفولت اللي هي 8 بت لصالح عنوانة الشبكة. نيجي هنا نحط هذا العنوان تمام، نيجي نقوم بعملية الربط من خلال الستريت ثرو كيبل
فاست ايثرنت، نيجي نربط من خلال الراوتر ب 02، ونجيب ايضا كيبل تاني فاست اللي هو ستريت ثرو كيبل، ونربطه بالفاست ايثرنت 0 مع الفاست 01. طيب الان هنا الفاست 01 راح يكون، خلينا ناخذ نوتة فيها، راح يكون 10.001 سلاش 8. شوفوا معايا كيف النوتة مهمة جدا، بحيث كل ما تكبر الشبكة معانا نكون احنا ايش كاتبين ملاحظات، بالتالي هذا حيكون تابع لهذا المنفذ وهذا تابع لهذا المنفذ. الان ادخل على الراوتر اشغل المنفذ اللي هو الفاست ايثرنت 01، راح ادخل على الراوتر بالكونفيجريشن مود، تمام، هذه هي الكونفيجريشن تيرمينال، وبعد كده راح اكتب الامر انترفيس فاست ايثرنت 02. على فكره لو حبيت اتاكد من طريقه كتابه المنفذ راح اكتب show ip interface brief، تمام، او اعطاني اسم المنفذ اللي هو 01. لو حبيت اتاكد من اسم المنفذ الموجود لدي هنا راح اخش على المستوى الاعدادات وراح اكتب الامر التالي اللي هو انترفيس فاست ايثرنت 01، بعد كده راح اكتب الامر اللي هو الاي بي ادرس الخاص فيه اللي هو اتفقنا انه راح يكون 10.001.255.000، بعد كده انتر، بعد كده راح اكتب الامر نو شت داون، بعد كده راح اسوي اند، وعلى مستوى الوصول البريفرج لا تنسوا تكتبوا امر الكوبي رانينج كونفيجريشن ستارت اب كونفيجريشن، بعد كده قمنا بامر الحفظ. الان ننتقل الى الجهاز نعطيه الاي بي ادرس. طيب نذهب الى الديسكتوب راح نعطيه الاي بي ادرس الخاص فيه اللي راح يكون 10.0.0.2، وهنا اعطانا 255.000. العنوان الديفولت جيت واي راح يكون 10.0.0.1. طيب تمام. الان الراوتر بيقوم بربط الشبكات المختلفة مع بعضها البعض، وبالتالي بما ان شبكة 10.0.0.1 والشبكة 192.168.1.1 موجودة على نفس الراوتر وتم اعدادها على منافذ الراوتر، فالمفترض ان الجهاز بي سي 2 يكون قادر انه يتصل مع البي سي 1 والبي سي 0، ورغم انه يختلفوا من ناحية العنوان الشبكة وان كل واحد منهم ينتمي الى شبكة مختلفة، ولكن وجود الراوتر في المنتصف راح يخليهم قادرين على الاتصال مع بعضهم البعض. عشان نشوف العملية هاي صحيحة او لا راح ندخل على جهاز البي سي 2، راح نجرب نقوم بعمل بينج من خلال الكوماند برومبت، على فكرة بيسموه ايضا نظام الدوز، وراح نكتب اللي هو 192.168.1.2 بينج 192.168.1.2. لاحظوا معايا البينج نجح. لماذا؟ لان الراوتر معد على كلا الشبكتين، يعني تم اعداد الشبكتين بداخله، وبالتالي مهمة الراوتر انه يربط فيما بين اجهزة الشبكات المختلفة مع بعضها البعض ويسمح بانها تتصل مع بعضها البعض. طيب ممتاز، عندنا البينج نجح، العملية نجحت، العملية نجحت، وبالتالي احنا كذا كوننا شبكتين محليتين متصلة مع جهاز الراوتر، وبذلك نكون ان شاء الله وصلنا لنهاية هذا الفيديو. ان شاء الله الفيديو القادم راح ناخذ اعدادات اكثر تقدم مع جهاز الراوتر، راح تكون راح نتكلم فيها عن الراوتر باسورد، كيف نضع كلمات سر لجهاز الراوتر، وبعد كذا كيف نقوم بعملية الباسورد ريكفري، واللي هي عملية ان احنا نقوم مثلا لو نسينا كلمة السر كيف نحل هذه المشكلة، يطلق على هذه العملية الباسورد ريكفري. والى هنا
نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الفيديو قد نال على إعجابكم واستحسانكم. وفي الختام نقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.